انا واخوتي غادي ندخلو ديريكت في الموضوع، غادي نسمعو مع بعضياتنا الفيديو اللي تكلمت فيه هاد الاخت هادي الفلسطينيه، وكيفاش تكلمت علينا بشكل مقرف ومخسره وجهها، يعني مشمئزه وتتهضر على بلادنا بحال تتكلم على شي حاجه مقرفه. وهاد الاخ ديالها هز القران تيحلف بان اختو ما دارت حتى شي حاجه وما هانتش المغاربه، وحنا كبرنا الموضوع، وحنا اللي ما عرف، حنا كنا اوفر، حنا كنا ما تنفهموش. واخته مجرد قال لك برهوشه، قال لك برهوشه اختو، قال لك عندها 24 سنه وكاين عقلها، قال لك هي صغير عقلها وما تتفهمش، تتهضر بقرف، عرفتي شنو هي بقرف، بشكل مقرف على اش، على بلادنا، على مغربنا، علاش تتكلم. وطالعين شي وحدين تيقولوا لي لا لا كبرتوا الموضوع، وقلال بطبيعه الحال قلال ماشي كثر، كبرتوا الموضوع. لا ما كبرناش الموضوع، حنا اللي تجرحنا واحد السيده اللي حبيناها وبغيناها واحترمناها وعطيناها، ولكن نسمعوا الفيديو. بديت من يروح على فلسطين؟ بديت احكي لك جواب ما يعجبكيش، بالعكس احنا متطورين عنكم بكثير اشياء، مش هيعجبك ولا يعجب الناس، فتقارنيني تسالونيش سؤال مقارنه، كل واحد بالنسبه له بلده الافضل، عشان هيك تسالونيش هذا السؤال، لانه سمعكم اجابه ما تعجبكوش. تقارنيش بين المغرب وفلسطين، كثير انا بشوف هاي الاسئله ما بحبش اجاوب عليها، طبيعي احكي عن بلدي يعني افضل، وهي مش طبيعي، وهي فعلا يعني بالنسبه لي وبالنسبه لكثير ناس معروفه يعني فلسطين افضل، ارض مباركه وربنا ذكرها. الشمال في الصيف، ومن ناحيه التطور قصدك انه التطور وين ما كان هلا. السعوديه اللي كانت صحراء صارت متطوره اكثر شيء تقريبا. وفي التطور من ناحيه التكنولوجيا اليابان معروفه. هذا ايوب اللي بيحكي اساسا، انت متشرد من بلدك ايوب، هي عايش في فرنسا اساسا بقول، وبدل المغرب متطوره ليش عايش في فرنسا؟ عشان تلم لك قرشين ترس وارجع ان شاء الله، الا اذا لقيت واحد ابن حلال. والله يا جايز انا قادره احرق دمهم، والله العظيم قادره احرق دمهم ومن غير ما اغلط ولا اطول لساني، بالعكس مربيين لاهلنا ومعروف عنا بنحكيش من غير ما احكي خلص. إلى أنت ذاهبة يا ديانا سليمان، إن شاء الله بالصيف هرجع على غزة وأورجيكم التطور، أنا بدي أورجيكم التطور. زيارتك لغزة زيارة للعائلة ولا استقرار؟ لا زيارة للعائلة وللأكل وللصحبات وللدنيا، وعشان أورجيكم التطور. دروك الناس اللي قال لك حنايا يعني بالغنا وظلمناها وتعدينا عليها، اللي هما قلة بطبيعة الحال، دروك هاد الكلام هذا كله ما تيعني لكم حتى شي حاجه، هاد الشيء ما عنا لكم حتى شي حاجه، ما بانت لكم حتى شي حاجه. سيده وقيحه، سيده عندها وقاحه، قالت لك هي مربايه، قالت لك هي مربينا الا، واللي يكون مربوكش كي كانت تكوني، كي عادي تصرفي، كي عادي تكلمي، تتكلم السيده بحرقه وبغضب، عندها غضب، عندها غضب داخلي تجاه نجاع المغرب. وتكلمت على التكنولوجيا، قالت لك لا التكنولوجيا كاينه في اليابان، عرفناها كاينه في اليابان، ما قلناش لك حنا بلد ما عرف كيفاش داير، ولكن راكي عايشه فيه وتتاكلي فيه وتتشربي فيه، هذه غير اللي ربوها اهلها، واللي كون ما ربوكش كي غادي تكوني. هاد السم كله، هاد الكميه الحقد والكميه نتاع السم، منين جبتيها؟ منين جبتيها؟ اكيد اكيد جايبها من شي مكان ما، اكيد عندك شي غضب كبير تجاه المغاربه، اكيد شي حاجه. انا تنتكلم هي مع الناس اللي قال لك لا كبرتوا الموضوع، وتيسبوا شي وحدين، تيسبوا بسبت هاد السيده هادي، تسمينا حنا ما مزيانينش وحنا صهاينه وحنا اكبر ناس متعاطفين مع القضيه الفلسطينيه، وحنا هما اصحاب وكاله، يعرفتو بيت مال المقدس، حنا اللي تنصرفو عليه، ومن مالنا مال هاد الشعب هذا. دوك حنا لا ديالنا بقى لا وجهنا تنقى، ملي تتنوض وحدة بحال هادي اللي كون شفتو كي تتهضر، وخوها ناض قال لك لا راهي برهوشة، هادي برهوشة وحدة جامعية، وتتكلم باش نوريكم التقدم، نوريكم التقدم كي داير. اش غادي تورينا حنا؟ ورينا، غادي نوريك حنا وجهك في المرايه، ما غنوريوكش التقدم، ما غنوريوك حنا والو، شفتي بعينيك، شفتي كل شيء ونكرتي،
بحال كتا نعرفوهم. بالإضافة خصكم تعرفوا واحد الحاجة، كانت في اللايف نتاع أسعد الشري وصوتها هذاك، لأن الناس كلهم أكدوا بأنه صوتها هذاك. أنا كدب أنا الأغلبية ونصدق أنا جوجة الناس، ماشي حتى مغاربة. إلا كانوا فلسطينيين وبلوكاتهم هي وباها، أفراسكم ما تيبوش يتعاملوا مع الفلسطينيين لأنه تيخافوا من المنافسة اليوتيوب. تيتعاملوا مع ناس من جميع الجنسيات إلا الفلسطينيين، ما تيتعاملوش معهم بزاف، تيعرفوا اش تيديروا يعني تيحسبوها. والأخ ديال اللي قال لك ما تياكلش هو من اليوتيوب، ما تيغنيه ما تياكل، وشكون اللي تياكلك وشكون اللي تيشربك؟ ها وليش تضل تتصور وتتعمي عينيك بالمونتاج وطالع هابط والفلوجات من هاد المدينة لهاد المدينة، وتصور في بلادنا وتطلع الرزق من بلادنا وضربها في الكرة وهز القرآن بيدي وتيحلف بأنه والله اختو ما دارت شي حاجة. والرد ديال الأب ديالك حتى هو ما دار حتى شي حاجة، طبق ما دار حتى شي حاجة، ما يمكنش. هادشي كتير عندكم، تتحلفوا بالقرآن، عنده شد باليمين ديالو وتيحلف، واختو هانتو ما سمعتو بودنيكم اش تتقولوا، كيفاش تتهضر وكيفاش تتحدى عباد الله. حنا ما قلناش لك بلادك خايبه، ديك البلاد اللي عرفناها مقدسه وطيبه اللي نتوما بروسكم ما احترمتوهاش، عرفناها ديك الارض مذكوره في القران. حنا ما قلناش لكم حنايا اللي بلادنا مذكوره في القران ولا شيء، ما قلناش لكم حنا هذا الشيء. ولكن لاش تتكلمي بديك الحرقه؟ الحرقه انا هي اللي ضرتني. عرفتي فاش كنتي حتى يحقد عليك وانت ما درتي ليه والو، تصرفتي معاه هي الخير وهو تيحقد عليك وتتشوفيه تيهضر معاك بشي طرق، او تيحاول يستفزك، او تيحاول يجبدك، او يجلبك للصداع والمشاكل. هي هاد الاخت هادي، ما عمرني شفت حد غلاوي وسماوي بحال هاد السيده هادي. والت السعوديه ما خلاتهاش في افتقار، قالت لك السعوديه اللي كانت هير صحراء، زعما هير صحراء ارض رسول الله هذيك، قال لك كانت هير صحراء. انت كلشي ضربتي فيه، انت كلشي بسطتي وسهلتي. يا قلت لكم بان هذه راه تجلس في التجمعات السيده عامره عامره، ومع معامل مضاده، معامل مضاده هاد السيده هادي، زعما عامره 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 مزيان. عرج الغزه غزه 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 راه تتريب، وتنطلعوها حنا اللي كنطلعوها، راه تطلع بالفلوس عباد الله، ما تطلعش فابور اللي ما فراسكش. راه كلشي داكشي تيتعاود من الاموال تاع ديك السعوديه اللي قلتي كانت هي صحراء، ودوك الدول كلشي تيعاون باش ديك غزه تتعاود. الوقاحه، ما عمرني شفت شي شخص وقح بحال هكا. للاسف للاسف هاد السيده هادي زعما خلاتنا نتكلموا في شي اشياء ما بغيناش نتكلموا فيه، وحنا تنحترموا فلسطين والفلسطينيين وهما خوتنا، ولكن هاد العائلة استثناء، أقسم بالله إلا استثناء. نتوما زعما خرجتونا على الطوع ديالنا، خرجتونا من 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 أعماق الأعماق ديالنا، خرجتونا من الطوع ديالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، وشكرا.